game ketiga dengan Ganes-Ganes si pemain males. Saatnya untuk membantai tim Ganes. Ganes Zaki pusat, gak jelas. Oke. Wow. Paul Onuachiju. Saatnya untuk debut. Lawane suwe. Yuk, kita fokus, kita bantai Ganes, guys, di pusat gak jelas. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان طاب أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم أجواء جميلة قبل كل شيء اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة جو كورة جو يساعد اللاعبين على التألق والتسديد كورة في المرمى تؤكد قيمته تؤكد ايضا انه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية باتريك فييرا يرتكب مخالفة واضحة جدا بارتي بيدري يلعبها على طرف الملعب لعبة جميلة هنا يلعب كرة عرضية إبعاد الكرة الركنية الأولى في المباراة nampak guys tuh kasihkan kepada tuh paling tinggi إلى خارج المرمى. من جاس. يبحث عن المهاجم. جابرييل مارتينيلي سرعة غير عادية ودقة في التمرير. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. بوسات. جلاس. موقف صعب الآن. Untung guys. Fokus. Dembele. Barty. Osman Dembele. يلعبها لمنطقة الخطر. يلعب كرة للجانب الأيمن كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق بارتي جابرييل جيسوس والآن فرصة موجودة الآن إمكانية المرتدة لامبارد وصلت إليه باريوس لمسة على اليسار كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات يلعب كرة راسية والحكم الثاني يقول تسلل هذا بسيط واه كالان بسيط يوان سوكوتشو يجي كيس بسيط كيس ايو كيس زينشينكو كيس فوكس مالتيني بيدري تطب اوكي ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي يلعب كرة على اليسار بينية رائعة ها هي تسديدة كرة خطيرة زينشينكو يبعد الكرة عن مناطقه
لمسة على اليسار والآن فرصة للتحول الهجوم كرة من جهة اليمين ساكا يلعب رمية التماس ساكا خلاص تيانكات بيدري يلعب كرة على اليسار مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل langsung kepada Ono Wacu راحت الكرة كرة خطيرة نحو الأمام فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد يلعبها على اليمين تمريرة مرة أخرى للوسط باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية جابرييل ماغالايس الآن فرصتهم للمرتدة بيدري أوديغارد للعادي بالحارس المرمى الحارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس كرة رأسية يحاول مرة أخرى ليس في هذه المرة الكرة جاءت بعيدة عن المرمى كرة كانت رائعة تعامل جميل مع الكرة ولكن في الأخير يفشل في الوصول إلى الهدف تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب باريوس ديبلي يسيطر على الكرة ويعود بالكرة إلى الوراء فرصة للتسديد أي تألق أي تصدي أي حارس مرمى ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس تغيير اتجاه اللاعب على اليمين أكونا يلعب كرة داخل الصندوق أوكي بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة لمسة على اليسار بارتي يتسبب في خطأ تتفوكوس لامبارد كرة من جهة اليمين والكرة بعد ذلك فيها تسلل ينتهي الشوط الأول رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة Substitution. Focus. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن هدف يبعثر أوراق المجموعة يرسلها بعيدا عن مناطق فريق ديمبلي الركنية الثانية في المباراة وحتى الآن منافس بدون ركنيات سمعت فوكس وحكم اللقاء يشير الى وجود ركلة حرة على ما يبدو ان المخالفة وقعت خارج المنطقة واو واسطيون سكوتشو بطاقة حمراء يخرجها الحكم هذه هي الدراما والإثارة المطلوبة في كرة القدم لا
عنده فرصة الآن، والآن فرصة لتعديل النتيجة. نيمار تسديدة قوية كانت قريبة جدا من المرمى لكنها في الأخير بعد. Kita tanpa sayap kanan, kita ke Kostic aja, ke Kostic. Kita tak punya sayap kanan, guys. Fokus itu, guys. يلعب كرة للجانب الأيمن. وايت ديبلي موجود إبعاد الكرة. كرة تعود الوسط. باريوس. أوديغارد يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. ممتاز في التمرير. يلعب كرة على اليسار. تعود الكرة بسرعة. قد تكون هذه فرصته. الله ما أروع هذه اللعبة. ممتاز في التحكم. إبعاد ناجح للكرة. The attendance for this match was 71,649. روبرتو فيرمينو يطلق الكرة. فيسترغارد شتت الكرة بعيدا. سايب كانان. يوان جاو جاو. نيمار. ديونغ. اوكي. إمكانية مرتدة الآن. يلعبها علي. تسديدة من أول لمسة. Salah pencet. Guys. Salah pencet itu guys. Fokus. روبرتو فيرمينو يلعب كرة بينية. نيمار. أكونا يشتت الكرة. هذا هو النهج اللي المفروض الفريق يتبعه في الملعب بدون شك. واضح النهج الجديد في الهجوم. الآن تقدم جيد. يو نايس. يرفعها داخل 18. لمسة على اليسار. فرصة هجوم معاكس. تطب كلاندان. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. اوكي. القرار هنا إلى ركلة الزاوية. Substitution on the field. ركنية هي الثالثة اليوم. مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. تمريرة جميلة. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. عرضية داخل منطقة الجزاء. بإمكانه إبعاد الكرة. كرة من جهة اليمين. ديونغ. والتسلل آخر. تناقص كده كان منقص كده كان منقص. يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. جلاس. منك لكن تبقى فوكس. تتتتت kemenangan guys. لمسة بينية. رمية جانبية. Substitution on the field. هلا مسا. Coming on to replace him is João Cancelo. يا سلام مرور جميل. أكيد يحاول وقت المباراة والخصم بتعزيز التقدم. لا يدافعون عن تقدمهم فقط ولكن أيضا يهاجمون. بيدري. عرضية. كرة رأسية. يشتتها بعيدا. أوكي.
نيمار. اوكي. اوه تصدي غير عادي من حارس المرمى. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. بيدري. مرت الكرة بشكل جميل. هالاند. نقل الكرة إلى الأمام. هالاند. تصدي رائع جدا من الحارس. تسديدة رائعة. يعيش. هذه الظافرة النهائية. يمكن اعتبارها نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه.